وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. أستاذ أكرم، بعد التحية، العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي تأتي انعكاسا للتوجهات الحكيمة لقيادتي البلدين، وتتمثل في مواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام. كيف تقيم جهود البلدين في هذا الشأن؟ يعني بالطبع العلاقات بين مصر والامارات علاقات استراتيجيه على مدى سنوات، ورئيس دوله الامارات طبعا علاقته بمصر ممتده، وفي تنسيق دائم واتجاه دائم لبناء مواقف عربيه تجاه القضايا الاقليميه والدوليه بشكل واضح، وفي دائما علاقات قويه وتنسيق وبناء اتجاهات والتعامل مع سواء الازمات العالميه او الازمات الاقليميه. وجود موقف عربي مهم لوجود للتأثير في القضايا المختلفة والتداخل فيها، وجهة نظر مصر والإمارات تقريبا متطابقة تجاه الكثير أو أغلب القضايا الإقليمية والدولية في هذا السياق. نعم أستاذ أكرم، يعني لو تحدثنا عن الشق الاقتصادي في العلاقات بين مصر والإمارات، يعني الإمارات تعتبر من أكبر الشركاء التجاريين لمصر في الشرق الأوسط. بالطبع طبعا الإمارات والعلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات واضحة وقوية جدا في سياقات مختلفة على مدى سنوات الحقيقة، وهذه العلاقات بتقوم على ضمان المصالح المشتركة لشعبين البلدين. وطبيعي أنه على مدى العقود اللي فاتت كان في تحولات اقتصادية وتحولات مختلفة، في منافسات في أوروبا أو الدول الكبرى مشغولة بمصالحها. مصر لديها تجربة استثمارية واقتصادية ناهضة وإصلاح اقتصادي وبنية صناعية وبنية أساسية لأي استثمارات، والإمارات بتجد فرصة في هذا الأمر. نفس الشيء بالنسبة لمصر، وكلا البلدين لديهم طموح اقتصادي كبير يمكن أن يضمن العوائد لكلا الشعبين. نعم أستاذ أكرم، أيضا يعني تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية مصر العربية على إرساء الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كيف تتابع ذلك؟ طبيعي أنه مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية والعراق والأردن دائما هناك تنسيق دائم وقمم مختلفة لبناء هذه العلاقات، وكان مؤتمر جدة مثال لهذا الأمر، حيث وجود موقف عربي موحد وموقف عربي ناضج وقادر على التفاعل مع الأحداث، وبالتالي فهناك أهمية للتنسيق الثنائي والتنسيق الدائم بين الدول العربية ودولة الإمارات ومصر، كلاهما لديهم توجهات محددة تجاه فرض السلام في المنطقة، التداخل في الخلافات المختلفة، بالدفع نحو المسارات السياسية للخلافات سواء الداخلية أو الخلافات البينية. وجود موقف عربي يحمي من انتظار أي تدخلات خارجية أو مواقف خارجية، خاصة وأنه دول العالم الكبرى مشغولة بصراعاتها ومنافساتها وغيره، وبالتالي فهناك دائما تنسيق بين مصر والإمارات والدول العربية الكبرى لبناء مواقف عربية تجاه القضايا الإقليمية والدولية. نعم أستكمل كلام حضرتك أستاذ أكرم، يعني نحن من خلال متابعتنا للعلاقات المصرية العربية والعلاقات العربية العربية نرى تقدم في هذه يعني العلاقات، ونرى تطابق وتوافق في الرؤى بين البلدان العربية. هل يعني في هذه الأيام أو في هذه الأثناء العلاقات العربية العربية تغيرت إلى الأحسن؟ العلاقات العربية العربية تغيرت بالتأكيد إلى الأفضل، وأظن أن مصر على مدى السنوات الأخيرة والرئيس عبد الفتاح السيسي دائما السياسة المصرية تقوم على الشراكة والتعاون، على دعم المسارات السياسية في الدول المختلفة، في القضية اليمنية، في العراق، في سوريا، في ليبيا. وأظن أنه وجود مواقف عربية وتنسيق دائم بيدفع لحلول سياسية للقضايا المعلقة المختلفة في المنطقة. فطبيعي أنه يعني على مدى السنوات الحقيقة وسياسة مصر الخارجية تقوم على التعاون والشراكة، على التعاون السياسي والاقتصادي، على دعم المسارات السياسية، على عدم التدخل في شؤون الدول، ودي مبادئ تتفق عليها مصر والإمارات بشكل كبير.
نعم، أخيرا أستاذ أكرم، يمكن الرؤية المشتركة بين البلدين، الزيارات متبادلة، ده بيأكد أهمية التنسيق طبعا حيال العديد من القضايا العربية الرئيسية. كيف ترى أهمية هذا يعني للقضايا الرئيسية العربية طبعا مثل القضية الفلسطينية، العراقية، الليبية؟ هناك تنسيق دائم في هذه القضايا، القضية الفلسطينية قضية العرب، وأظن أن الموقف المصري وموقف الإمارات المتطابق في هذا الأمر، أهمية دعم جهود السلام، المصالحة الفلسطينية، بناء علاقات الدعم نحو بناء الدولتين، أنه دي القضية الرئيسية اللي بتمثل أهمية كبرى لوجهة النظر العربية. الأمر الآخر هنا هو القضية في ليبيا، زي ما أشرنا أنه مصر مع دعم المسار السياسي، مع خروج الميليشيات، مع إبعاد التدخلات الخارجية، مع دعم المسارات السياسية، نفس الشيء في سوريا، نفس الشيء في العراق، نفس الشيء في اليمن، لأنه المنطقة العربية على مدى العقد الماضي شهدت اضطرابات كثيرة، وأظن أنه ده أثر اقتصاديا وأثر على الشعوب وأثر على لاجئين، وبالتالي فوجهة نظر مصر هو تقليل هذه التوترات ودعم أي مسارات سياسية يمكن أن تهدئ هذا الأمر وتدفع نحو بنى سياسية ومسارات سياسية تقلل هذا الأمر وتصب لصالح الشعب العربي في هذه الدول. شكرا جزيلا سيد الأستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع.